360 طنا من أكاسيد الألومنيوم تهدد طبقة الأوزون المغلفة لكوكب الأرض بسبب احتراق الأقمار الصناعية في الغلاف الجوي. فكيف نتعاطى مع هذا الخطر، خاصة مع اعتزام شركات مثل ستارلينك إطلاق عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية حول الأرض خلال العقد الحالي؟ دعونا أولاً نفهم ماذا يحدث. بحسب دراسة للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، فإن القمر الصناعي عندما ينتهي عمره في الفضاء، سواء نجح في مهمته أم لا، فإنه يحترق وتسقط حطامه. يتخلف عن هذا الاحتراق جسيمات معدنية صغيرة مثل أكاسيد الألومنيوم. تتفاعل هذه الأكاسيد مع طبقات الغلاف الجوي، فتكون جزيئات جليدية صغيرة وباردة ذات مساحات سطحية أكبر، مما قد يزيد من التفاعلات الكيميائية في طبقات الجو. هذه التفاعلات الكيميائية تساهم في تدمير طبقة الأوزون. تأثير جزيئات الألومنيوم على الغلاف الجوي لا يزال غير معروف على وجه الدقة، وهو ما دفع علماء للمزيد من البحث والدراسة. لكن هذا لم يبدد المخاوف حول تأثير التلوث المعدني في المناطق القطبية بعد سقوط جسيمات الألومنيوم من طبقة الستراتوسفير في الغلاف الجوي. ويتوقع أن تطلق شركات الفضاء أكثر من 50,000 قمر صناعي بحلول عام 2030، ومعها تزداد تساؤلات حول مخاطر احتراق الأقمار الصناعية على الأوزون والبيئة ومن ثم حياة الإنسان.